بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داولنا اللي تافي من البركة كتاب التوحيد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رحمة الله عليه وعلماء جميعا. طيب، ما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ما تقولون باب أعاذنا الله وإياكم من الذين يفعلون ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. واستدل بقوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد بسند جيد. ولم باب أمك دوبا هنا مدنا باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ينكى أي ون ينكى بند الله سبحانه وتعالى. ينكى هنا كسوى كشي أكو أكوي ينكى نا نامة كما أكوي ينكى نا عبادة kuma akwai yanka na neman kare kai daga tsoron wani abin. Kamar yanzu anan inda ya shahara gurin Larabawa, yana mishtahara inda al'arab annuzala. Idza qasada yani yusadif dhuyuf wa kadha, yani lam yaqsid shay'an fi al'aqida jaza dhalika. Lakin in qasada yani annahu khawfun min al-jinn aw min ajli daf'i sharrihim ذبح، هذا ذبح لغير الله عز وجل، ما قصد اللحم، يعني شرك في النية بين الخوف من غير الله عز وجل وبين إيش العشاء والطعام للناس واللحم. هنا دخل في الذبح المحذور. الثالث لوجه الله عز وجل: فصل لربك وانحر، هذا المقصود. يعني ما ضد ذلك فهو ممنوع، يعني أبندع ويينا سننشي أكا ينكى بدن الله سبحانه وتعالى هكا ما لن يشي باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني قصد في هذا الذبح غير وجه الله عز وجل، لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني من أجل وجهه سبحانه وتعالى لا من أجل أن يستفيد هو منها سبحانه وتعالى، غني عن العالمين. وقوله تعالى: فصل ربك، قل إن صلاتي ونسكي، استدل بقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له. شين دليل هذا القرآن بعد ما متين يجي بيسوونا آية بع آية شاء القرآن ذكي سورة الأنعام. وقوله: فصل ربك وانحر. الله يجعلنا أصحاب إنا أعطنا الكوثر، فصل ربك الشاهد وانحر، يعني صل لله وانحر لله سبحانه وتعالى. أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشاهد من الأربعة. يشي ألا يسين وندي ينكا دوني بعدان ألا بس ملعون والعياذ بالله تعالى. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: عن صلى الله عليه وسلم قال: دخل جنة رجل في ذباب. الشاهد من الحديث: مر الرجلان على صنم لا يجوز أحد حتى يقرب، أي حتى يذبح له، فطلبوا منهما الذبح فاعتذرا، يعني ما في شيء قرب ولو ذباب، يعني أحقر شيء، لكنه المقصود منه تعظيم هذا الصنم لا تجوزه عبثا إلا بالتقريب. فقرب
فخلوا سبيله فدخل النار لأنه ظن أن إيش أنه نجا بذاك التقريب. لابد أن يكون فيها عقيدة. لو كان يعني ما اعتقد من باب دفع الضر لما يعني حصل له لما جوزي بالنار والعياذ بالله، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأن عمار تكلم بكلام أشد من ذبح الذباب، يعني سب الله ورسوله مجبرا، سب الله ورسوله مجبرا طلب عندما طلب منه الكفار. مع ذلك الله عز وجل عذره. من كفر بالله من بعد إيمانه، سمى الله تعالى ما قاله عمار كفرا لكنه لفظي ما اعتقد ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني دولة أكساشي يوانا زاجا كوكم يوانا كافرش لفظي، ما ضره ذاك لأنه قلبه مطمئن بالإيمان. لأن الشراح اختلفوا في هذا الحديث، هل هو بمجرد موافقتهم في الظاهر يكفر أو لابد من العقيدة؟ والإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد أن يجمع بين إيش؟ اللفظ والاعتقاد والعمل. والله أعلم. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. قبل أن ندخل هذا الباب نجمل ما مضى من الذبح. يعني إذا قصد اللحم لا بأس، لكن إذا قصد مع اللحم اعتقاد فممنوع، لأنه سبب إلى الشرك. أو إذا اعتقد أنه يعني نجا بسبب ذلك أدخله في الشرك والعياذ بالله. الثالث: الذبح المطلوب لوجه الله تعالى، أمر الله بذلك: فصلي لربك وانحر، أي لربك أيضا، يعني صلي لله وانحر لله. هذا الخلاصة، والله أعلم. نعم. وقول الله تعالى يستدل في الذبح في مكان يذبح فيه بمكان فيه باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ليش؟ لأنه هذا يسبب زي سبب ارتباك في المفهوم، يعني ذبح لغير الله في هذا المكان ثم ذبح لغير الله عز وجل، مثلا يزوي ركي شي رسمي أكي، ماذا ما المقصود؟ وجه الله أو غيره والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. لأن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه سنة وإلههم سنة، فتختلط المسألة، ودوا لو تهنوا فيلهنون. فالله عز وجل قال له: قل، أي صرح يا محمد، يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أذبح في مكان أيضا ذبح فيه لغير الله عز وجل، لأنه يعطي مفهوم مخلوط، يكون هذا فيه خلط الحق بالباطل. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون، يأخذ المعنى ده هكا. ما يجوز أقول أنا ينكى لغير الله عز وجل كذوك ينكى لله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقول الله تعالى، قال المؤلف: وقول الله تعالى لا تقم فيها أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان، يعني سأله هل كان، أو سأل الذين يعني يعلمون عن هذا الموقع، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الله أكبر، يعبد لأجل هذا الشخص إذا ذبح وأصبح هناك صنم كأنه أيد الصنم أو ذبح له، فيه شبهة. قالوا: لا، يعني تنبيع أكوين قنكي أنا إبادة شيء أقولن. قالوا: لا، سكت شيء بابو. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سأل سؤال ثاني، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أيضا أعياد الجاهلية، يعني يعتبر عبادة، عندنا عيدين الفطر والأضحى عبادة. قالوا: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لو إنسان نذر أن يعصي الله عز وجل أيضا لا وفاء ذاك النذر، مسموح له شرعا، لا ما يطالب بالوفاء من أجل لا يرتكب معصية. سبحان الله العظيم، الحمد لله على التيسير. فوانا عديسا نو قولا من نسيكي: الصلاة لله والذبح لله وجميع العبادات، لقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانه وتعالى.
الله أكبر. باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. باب ما جاء باب من الشرك. طيب ولن باب هنا النذر لغير الله، لأن هناك يعني من يعبد غير الله عز وجل فينذر من باب التعظيم الصنم أو الولي أو الجن أو ما أعتقد والعياذ بالله، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر، ولا يجوز النذر أصلا حتى يجوز الوفاء به، لا يجوز إلا لله، لقوله تعالى أزل الشيخ وفقه الله عز وجل قال يوفون بالنذر يعني الله عز وجل. الله أكبر. وما أنفقتم من نفقة أي لوجه الله أو نذرتم من نذر أي لله سبحانه وتعالى لغيره فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عائشة رضي الله عنها أن الله سلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه، إذا كان نذرها في طاعة الله لوجه الله العبادة جمعت بين الإخلاص والمتابعة إن دهك يوانا نذرا لا بد أن يوفي، لكنه إذا كان فيه شرك أو معصية ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه سبحانه وتعالى، يعني ألا يافي مي كريه وأنه معصية والعياذ بالله لا وفاء عليه. كاسن جاهلية أقوي وتمتى سنة رجيكا تجي إن ديكين وحيزو زي أولي إن دي ألا سان نقا أولينشي زي يوم مزمار أنا مكة أكيدة وما تلقي سنداء أنا كل أثناس اللي جيكي متاني لا إله إلا الله لا وفاء عليها أم بس سنيبا كما دون نوينجي وانشي وجنت جاهلين بس قامتها با تلقي سنداء أكي كل أثناس اللي جيكي متاني تشي دنت تشكا يعني وانا لتي نذرا لا وفاء عليها. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. الله أكبر. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني من استعاذ بغير الله فقد أشرك. الاستعاذة هي طلب دفع الضر، طلب دفع الضر، يعني من استعاذ بغير الله عز وجل استعاذ بأي مخلوق وإن كان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أشرك بالله والعياذ بالله. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا، القرآن مليان من الأعراف إلى آخر القرآن لا إله إلا الله. وقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني العرب في جاهليتهم كانوا إذا سافروا يقولون نعوذ بأسياد هذا الوادي من سفهائهم أو كلام نحو هذا كما أفاده المؤلف ومن معه من طلاب وأحفاده. فالله عز وجل بين في القرآن أن المستعاذ بهم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل في سورة الإسراء، قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون الآن، يعني هم نفسهم تابوا إلى الله يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الله أكبر. يعني تاب الجن وأسلموا والناس ما زالوا يستعيذون بالله يستعيذون منهم، يعني من المخوف عندهم، يقول نعوذ نستعيذ بسيد هذا الوادي من سفهاء او الجن الفلاني من الجن الفلاني، والجن الاصل يعني السادة نفسهم تابوا الى الله ورجعوا والتجوا الى الله عز وجل ان يغفر ذنوبهم. ايهم اقرب الى الإجابة؟ الذين تابوا وتضرعوا الى الله عز وجل. معنى الآية الذي تدعوه انت يا مشرك والعياذ بالله تاب إلى الله عز وجل وأنت تدعوه، أيكم أقرب إلى الصواب؟ الذي تاب إلى الله ورجع والتجه إليه. أولئك الذين يدعو هؤلاء أولئك الذين يبتغون الآن هم رجعوا وتوجهوا إلى الله يدعونه ويرجونه، أولئك الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا معنى الآية. قال صلى الله عليه وسلم عن خولة قالت بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله أكبر. يعني الاستعاذة بالله عز وجل بالسبب الشرعي. يعني عندنا سببان كوني وشرعي. السبب الشرعي مثل هذا. يعني الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن من قال أعوذ بكلمات الله يعلم الناس أن من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. هذا سبب شرعي أتانا من فم النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع عن الله عز وجل. هناك سببان، سبب شرعي وكوني. الكوني مثل الماء، شربت ماء ذهب الظمأ، أكلت أكل ذا راح الجوع، ها استظليت بظل راح الحر، ضربت إبرة ذهبت السخونة، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين يا إخوان. لكن إنسان أتى بسبب غير شرعي كما سيأتينا الآن من لبس يعني التمائم أو كما سبق من لبس التمائم والخيوط وما أشبه ذلك، هذه أسباب ليست شرعية ولا كونية. يعني إذا أتينا بالخيط أو بالتميمة أو بالرقى الغير الشرعية ما أتت من الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني من شرع لك أن تربط خيط أو تعلق خرز أو تعلق تميمة أو تتعلق بأي يعني معنى من المعاني أو ماء معين لم ينص عليه مثل زمزم، يعني ما فيه نص شرعي. هذا الفرق ما بين السبب الشرعي والكوني والسبب الخرافي. يعني التميمة والخيط وما علق جميعا لا هو سبب كوني ولا شرعي، يعني ما أتى بنص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفع بالتجربة. يعني السيارة بتنقلب واحد يرفع حجاب أو يرفع خيط أو يمسك يتمسك بخيط يقول يا خيط يا خيط، ما سمعنا أنه نجا، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا باب نؤجله إن شاء الله للحلقة القادمة بإذن الله تعالى. كما أن أبن دي وشي دكا متنكلي علقوا بغير الله عز وجل من أسباب لا هي شرعية ولا كونية. والاستعاذة ينشيني نيمان تيمكو بطلب العوذي أي المنع، المنعته الاستعاذة. إذا كانت استعاذة بالله عز وجل فهي عبادة، وإن لم يحصل يعني المنع الله عز وجل ابتلاء تركك يبتليك سبحانه وتعالى، أو فأنت في عبادة الذي ذكرته، واستعاذتك واستغاثتك عبادة مأجور عليها. لكن الذي استعاذ بغير الله عز وجل لا يستجاب له وهو مشرك، والعياذ بالله إذا تعلق قلبه بذاك مخلد في النار، هذا يدخل في الشرك الأكبر إذا كان فيه تعلق قلب واعتقاد. نسأل الله السلامة والعافية. الله وفقنا إياكم لعقيدته وتوحيده سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.